الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الآداب والأخلاق الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبغى حملي إسلامي بيوهار كبارنا كلوا بارجوم. المسلم يحافظ على أذكار الصباح والمساء. المسلم ما في لازم صار كيقولي بيان ولا بيرجع ما دون أذكار المصابي صن كيو فروس. أذكار النوم. دعاء تاي سنتني بلا. أدبار الصلوات المفروضة. نماذج كبيرة ما دون دعاء وشنتيو صار. نعم كذلك. له ورد من القرآن يومي. جست يقول لي عبد باني بناوس ديلي كيتي قرآن فرش بارلا. كذلك له الصيام المستحب يصوم. مستحبات روزة على شان تيو بني وش روزة راكوس. تشميت العاطس يعني الإنسان إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله ثم هو يجيب اهديكم الله يصلح بالكم. قصير سيكنا تبني سيكنا بلا ما نشان بانو بارسا كي الحمد لله. त्यो सुन्ने मान्छेले भन्नुपर्छ यार हाम्रो गर्दा त्यसपछि यसले जवाब दिने हो यहाँदेखि म लाग्छ।